عودة متجددة مشاهدينا وين ما كنتم، راكم في برنامج الشروق مورنينغ، موضوع ثقافي فني، وكما قلت قبل ما نبدأ راح نستقبلوا دي رابور معنا في آخر فقرة من برنامج تاع الصباحة. نخلوكم تشوفوا قبل الكليب شباب هذا اللي راح نشوفوه درك ونعاودوا نرجعوا. ما فيش صوت، معلش لما يجي صوت نعاودوا نديروا. على كل حال تشرف باستقبال مهدي كولوجي اللي تعرفوه كلكم بفلان. صباح الخير. صباح الحمد لله، شكرا على حضورك مهدي. شكرا. ويسرى بوداح، يسرى صباح الخير. صباح النور، ميرسي بور لانفيتاسيون. شكرا لكم على حضوركم. راح نتعاملوا اليوم عشيه ندوه صحفيه في باد بيرنز في بيرمودرايس بسيدي يحيى. فوالا. وعلاش كونفيرونس دو بريس؟ كونفيرونس دو بريس باش بون هي باش سي لا برومو تاع لي كليب. نعم. ديجا. وباش نحكوا فيها ثاني بزاف عفايس على لو راب الجيريان، باش نحكوا على الالبوم اللي راهو جاي. نعم. دي بروجي على دي سان جايين وكذا. دونك فوالا راح تكون شغل كيما نقولوا فرصه باش البيبليك يعرف واش راهو شنو مخبي. فوالا ونهضروا بزاف عفايس لناس ثاني حابه تعرفهم. هذا واش راح كاين. هذه خدمه جديده، كولابوراسيون جديده ثاني انتر un rappeur et une chanteuse de la nouvelle génération. Oui. Où le truc c'est que le clip ou la chanson عندهم message. عندهم message حبينا نوصلوه. Donc la conférence de presse, c'est un message, c'est un comment on dit un cri تاع la jeunesse algérienne. C'est ce que toute la jeunesse algérienne pense. حطينا في كلام وحطينا في كليب. فوالا. نقعد معك بالك ثاني يسرى بوداح، دخولك نعرفوا بانه في بلادنا قليل 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 وين تلقاي فتاه اللي تغني الراب. ربما في بدايه التسعينيات ونهايه التسعينيات كانوا تقريبا فتاه اللي كانوا يغنوا الراب، لكن في السنوات الاخيره ما لقاوش. كيفاش انت توجهتي ولقيتي روحك في هذا النوع وهذا لو جور تاع؟ الوغ il faut savoir que الغنيه هذه اللي درناها فلان وانايا ماشي غاب غاب. C'est un mélange, c'est-à-dire que Flan a le style de Raïf, le rap, les fans de Raïf, ils ont un style. Ou les gens les Raïfoni, ils ont un autre style. Donc, nous avons fait un peu de choses, ou nous avons fait un peu qui est plutôt hip-hop que rap. Mais il y a R&B, mais il y a rap. Mais il y a rap, mais il y a R&B, il y a rap, il y a hip-hop. Ou Flan, ou alors Flan? علاش فلان برك عفسه اوريجينال سي تو ما حبيتش ندير عفسه شاك فوا نقول لهم بلي جون ما حبيتش ندير زعما بالمناسبه فلان عجبتني بزاف. انا كي شفت البارح المكلفه بالعلاقات العامه تاعكم لما تكلمت معها قالت لي فلان، قلت لي فلان هذه واش باك تفكرت بانك فلان اللي يقولوها فلان. ايه فلان واحد هكا شغل من والو تقدر دير عفسه شغل فلان اللي بالك تكون انت ما تعرفوش من بعد تولي تعرفوا هكا، دونك حبيت نخليها فلان تبقى هكا مبني المجهول. مبني المجهول. فهل دوكا يعيطوا لك اكثر مهدي ولا يعيطوا لك فلان؟ في الحومه مهدي، مي بيبليك وكذا فلان. فلان في الطريق تكون تمشي يعيطوا لك فلان. انت دوكا عملت درت بوز اغنيه شمسي غابت. هذه الاغنيه اللي انت الفتها وتالف دائما الاغاني تاعك، احكي لي شويه على الاغنيه تاع شمسي غابت. شمسي غابت اغنيه درتها الوالد الله يرحمه. ربي يرحمه. وي ما كنتش نسنى بلي حد يدير هذا بوز هكا، خاطر ما درتهاش باش دير بوز ولا درت اغنيه برك باش كيما نقولوا باش شغل نخرج واش كاين داخل. دونك الاغنيه هذه خرجت والناس كاين بزاف شغل كاين ناس عايشين الحاله اللي راني فيها هنا. تا واحد ما عندوش والده تاعو ولا ما عندوش والد تاعو، دونك فوالا كاين ناس قاستهم الاغنيه هذه ماشي غير من الجزائر، بعثوا لنا بزاف عيبات وهذه شغل كان سبه تاع البوز تاعها. عندك ان توكا اغنيه اخرى بانك بانك اللي فاتت 2.5 مليون مشاهده في الانترنت.
هادو كاع دي زيكستريم من الالبوم. نعم. ميم هادي ظلام الليل، بانك بانك، مالكوم اكس، شمسي غابت، هادو سي دي زيكستريم من الالبوم اللي راح يخرج. دونك وكاع داروا بوز، هاد لي تيتر هادو كاع كانوا ما عجبوا البوبليك و ماشي حاجه شغل تتعرف جديده فوالا. ممتاز. يسرى. نعم. عندك 26 سنة اليوم، هل راكي ناوية دائما تقعدي في هذا الفن في الهيب هوب في هذا لو ستيل ميوزيكال ولا حابة ربما تروحي للمجالات الأخرى؟ نقعد في الفن ديالي، هذا كانت كانت إكسبيريونس مع فلان، كانت حاجة جديدة لينا في زوج جو بونس، ونقعد في الفن ديالي سا سي سيغ. ما باليش اذا نقدر ربما نروح نشوفوا الكليب اذا كاين الصوت، اذا ما كانش معليش نقدر. كاين اوكي ممتاز، شكرا محرز جناز. نروح نسمعوا مقطع من الكليب بالصوت ونعاودوا نرجعوا. همي كل ليلة يزيد دوزك، اليوم القسمة في دروسك، الكبار قالوا تعب باش توصل. يا هي يا هي خلاص خلاص هنا ما بقاش نزيد، من عاشر ناس لي تمشي بقلب مريض، تدي وتجيب في كلام لي جامي فيه، زمان خدام ورايا البراز يرمي. حتى شدو في الاصل ذهب قيمتو مام كيكون كاسي عدو، يا حبي شوفني حصل كي يلقاني في غلطة يقول وصل. هاد العباد ما نزيد ندصر، عندي بيت في حياتي قصر، خمام كبير من اللي كنت قصر، طلب ربي نخرج من تصر. عيش افضل ما مادام زهري طافي، شفت بزاف عباد تحول في معابين، نهار ضيق وحد ما لقيت سكتافي، نمشي لقدام وديما قلبي صافي. عيش افضل ما مادام زهري طافي، شفت بزاف عباد تحول في معابين، نهار ضيق وحد ما لقيت سكتافي، نمشي لقدام وديما قلبي صافي. لي ريفيرونس تاعك؟ هنا في الجزائر ولا برا؟ يعني تقدر هنا في الجزائر باينين، هنا كاين ثلاثة ولا أربعة. هنا في الجزائر كنا صغار كاع كنا نسمعوا في دوبل كانو، ام بي اس، هادو. أنا نسمع بزاف راب فرونسي. أها. وي كيما أي أم، أنتي أم. كاين دوكا، كاين بوبا، كاين بزاف. كاين بزاف. نفس السؤال يسرى، واش هما لي ريفيرونس تاعك في المجال؟ لي ريفيرونس تاعي سون تري لارج، كاينين بزاف، كاين اليسيا كيس، بيونسي، شاكيرا ميم، كاين دي انفلونس بزاف. سينون دي انفلونس القدم كاين اريتا فرانكلين، انيتا بيكر، سي بلوتو جاز سول. هو كيما الان فهمت علاش قلتي لي مقبل انك مع فلان راكي في سياق، وانت في سياق وتلاقيتوا في كليب وحاولتوا تعملوا حاجه واحده. اكزاكتومون، درنا عفسه سوفت الاغنيه هاديه. حبيت برك نقول حاجه، حبيت نشكر بزاف سيليا لا دونسيز كي في الكليب، باسكو سي فري كال لي با الجي، دونك انا نديروا لا بروموسيون اي تو، مي ال في بارتي دو بروجي، وهي اللي عطات كاع ليماج تاع الكليب ودارت خدمه شابه. سي اون في كي اون دانسوز بروفيسيونيل كوريغراف، اي لو ستيل كالا اوتيليزي هنايا سي لو ستيل لو بابينغ، دونك شغل روبو كوبيا روبو. دونك سي ان ستيل كي اكسبريم فريمون ان ميساج، و الا ابري لو لانجاج دي سين باش كيما راكم تشوفوا في الكليب. دونك انا جو سالو سيليا اللي كانت تورنات معايا في الكليب تاعي ديني. نعم. C'était la même danseuse et elle a fait de l'excellent travail, donc j'aimerais la saluer. Voilà. Justement, يسرى, la nouvelle génération, la جيل جديد تاع الفنانين ربما عنده فرصة اليوم أنه يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي ويستعمل أيضا اليوتيوب. الآن أنا نشوف الكثير من هذا الجيل يستثمر ينفيستي باش يدير دي كليب. فهل الشيء صعيب انه الواحد يعمل كليب كما كنت تعملوه انتم؟ نطرح سؤال اليسرى بعدين. هو الشيء صعيب. الحاجه سي كو صعيبه من قبل ديجا، كي تبدا تكتب وتلحن وتروح للاستوديو، يعني
كلش صعيب وكاين بزاف عوامل خارجيه اللي شويه يسيو يحبسوك بصح حنايا نسيو نشدو روحنا ونديروها جوسكا لا فان و لو تريك سي كو كوم سي اون نوفيل جينيراسيون دونك حنايا اوني اسي برانشي ريزو سوسيو و بور نو ليماج الي اوسي امبورطونت كو لوديو تما واش تسمع عندك ليماج سي تري امبورطونت باسكو سي ليماج لي الفنان لي بون كي تكون هكا شغل يبداو يعرفوك الناس وكذا يبداو يفتحوا لك بيبان مي كي تكون تبدا جديد ما تجيكش سهله صحيح ما تجيكش سهله خاطر شغل الناس ما تقراش مي مع الوقت مع الوقت ما كي شغل كي تحب عفسه لازم ديرها ما تكرهش هذا ما كان وهل راهو جاي نهار اسمح لي نطرح لك السؤال هذا فلان يولي شاب فلان اه امبوسيبل يعني تشوف بلي كراب عليك ما راحش ما نقدرش نولي زدت شيخ ما نقدرش نولي شاب يا سيدي الشيخ فلان هاي الشيخ هاني بالك شعبي الشيخ هذا الشيخ مقري اه الشيخ انا اللي قلت شاب فلان بالك ام موندوني تقول بون الراب سي با ان بون بيزنس نقلبها راي ما عندناش نديرو بيزنس انا نديرو احنا فن لوزمون فوالا ماشي بيزنس دونك ما ما يلاقيش على الاقل لازم يكون عنده يكون قلت على الاقل على الاقل كي تولي شاب تولي او على الاكثر احنا على الاقل الاقل يكفي قسم نخدمو خدمتنا وخلاص اها فانت ابن حي شعبي والمواضيع اللي تطرحها هي شعبيه وشنو هي المواضيع اللي تقيسك ودائما تحب تحكي عليها وكشاك رابر عنده لي تيماتيك اللي يدور فيهم توين وشنو لي تيماتيك اللي يدور فيهم كنت كي نحكي بزاف فايز تاع اسمه واش تشوف اها واش تخرج بون نسكن في حراش كذا تشوف بزاف عفايز دونك فوالا كنت نحكي واش نقدر واش نشوف كاع برا واش الناس تحكي لك واش تسمع واش عندهم كاع واش العفايز اللي يقدروا يصراو في لا سوسيتي نعم ومن بعد مع الوقت شغل ولاو عندي عفايز في حياتي انا وليت نحكي بزاف على عفايز تاع حياتي انا شغل واش راني عايش انا واش شغل تبدلوا كيما الالبوم هذا لاني نخدم فيه ماكابين فيه بون ماكابين كيما قلت لهم ديجا لا شومبر اللي عايش فيها انا بون هي ترفد بين فلان ومهدي ترفد تما زوج عيبات كيما نقول فيها كوتي تاع وين فلان يحكي كي يحكي فلان يقدر يحكي على الناس يحكي على واش سمع يحكي على واش شاف يحكي عفسة عرب يقول تريب وكذا مي كاين دي تيتر وين يحكي مهدي كي يحكي مهدي شغل نحكي عفسه تاعي انا اللي يقدر شغل واحد اخر ما يفهمهاش بالك غير اللي عاش عفسه اللي عشتها انا اللي يقدر يحس بهذيك الاغنيه خبيا انتم على كل حال اليوم عشيه على 6 راح ديروا ندوه صحفيه في باد بانز باد بانز جاي جوست في الدخله تاع سيدي يحيى ولا في الخرجه تاع سيدي يحيى صديق انت مين جيت كي تجي من فوق راكم في الخرجه وكي تجي من تحت راكم في الدخله فهل الناس يقدروا يجيو يكتشفوا يشوفوا دعوهم يجيو نعم ارواحوا والله على كاميرا ارواحوا نزيدوا نقصروا بليس ونحكيوا بليس نفس الشيء الكاميرا مرحبا بكم في الكاميرا لكم ليه كاميرا ليك ارواحوا مرحبا بكم فصراحة فرحان باستقبالكم سعيد جدا باستقبالكم يسرى بوداح نعم. فنانة ومتألقة في الكليب فشكرا جزيلا على كل هذه الصور والأمور اللي كديريها وأيضا فلان ما نقولش اسمك نخلي الناس يعرفوك بفلان خير لأنه فلان مليحة السطرة مليحة السطرة مش معينونا فشكرا جزيلا لك فلان بارك الله فيك احنا على كل حال مستمعينا كيف راكم تسمعوا راكم تشاهدوا فينا في برنامج الشروق مورنينغ نخلوكم وبوكم على خير نتلاقاو غدوة إن شاء الله في بداية الأسبوع نفس التوقيت نفس البرنامج ونتمنى نفس خفة الروح مع مواضيع أخرى فمع السلامة تحية خالصة للطاقم التقني لبرنامج شروق مورنينغ وكل المصورين ما خدشهم